عزاؤنا واحد، إنا لله وإنا راجعون. مهدي الدغوغي رحمه الله كان صديق وكان ابن وكان من خيرة اللاعبين، إنا لله وإنا راجعون. أنا تكلم معايا البارح تيعتذر بأنه ما حضرش لونطرينمون، سرت الفيديو، إنا لله وإنا راجعون. إنسان خلوق لاعب كيتعتبر من أحسن اللاعبين المملكة المغربية، إنا لله وإنا راجعون. الله يصبر، الله يصبر العائلة ديالو ويصبر الفريق ديالو اللاعبين، وهذه خسارة كبيرة بالنسبة للفريق الاتحاد البيضاوي للكرة الوطنية. إنا لله وإنا راجعون، رحمه الله وتغمده برحمته، إنا لله وإنا راجعون، إنا لله وإنا راجعون. هو الحادثة السير هذا ماشي ما كانش كان بالسيارة ديالو، وأنا تكلم معي البارح مع الوحدة ونص لأنه ما جاش لونطريمون، ورسل لي واحد الاوديو تيقول لي الرئيس انا ماجي راني معيتش في كازا، انا ماجي ان شاء الله راه غدا غنكون في لونطريمون. والاعمار بيد الله، لله ما اعطى ولله ما اخذ، ان لله وانا راجعون. رحمه الله، والله يصبر العائله ديالو والدي والفريق ديالو وجميع اللاعبين، وكما كنقول ان لله وانا راجعون. رحمه الله، كان خلوقا، كان طيب، والطيبوبه ديالو انتم كتشوفوها اليوم في المقبره، لجميع اللاعبين كاينين هنا، المدربين وكله. خساره كبيره بالنسبه لينا حنا كمسيرين في الكره الوطنيه، وخساره كبيره لنا بان مهدي الدغوغي لاعب كبير، لاعب خلوق، ان لله وانا راجعون. هذه هي الحياه، هذه هي الحياه. الانسان يقول ان لله وانا راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. رحمه الله وتغمده برحمته. شكرا لك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.